النهارده بقى هكلمكم على احلام ورؤى. لو انت شفت اي حلم منهم اعرف باذن الله ان انت لو دعوت الله عز وجل بشيء او نفسك في اي حاجه اعرف ان الاحلام دي باذن الله بتدل ان الله عز وجل هيحقق لك هذا الامر وان الله عز وجل استجاب لك دعوتك. في البدايه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي تمام الصحه والعافيه دايما يا رب. طبعا الدعاء او ان انت تدعو الله عز وجل بشيء، طبعا انت بيبقى عندك امل او بيبقى عندك هدف ان الله عز وجل يستجيب لك. وطبعا الدعاء الله عز وجل شجعنا وحثنا والنبي صلى الله عليه وسلم ان احنا ندعوه دايما. يعني حتى دايما تلاقي في الاحاديث والروايات ان اكثر العباد المقربين من الله عز وجل هم اللي بيقصروا في الدعاء. وفي احاديث وروايات كتير جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم بتشجعنا ان احنا لازم ندعو الله عز وجل كثيرا. في بقى رؤى، وانا قلت لكم قبل كده يا حبيب قلبي ان الرؤى او الاحلام عموما بتنقسم لقسمين، في رؤى بتبشر وفي رؤى بتحذر. يعني في رؤى الله عز وجل بيبعتها لك عشان يبشرك ان انت في حاجه هتتحقق معاك، وفي رؤى الله عز وجل بيبعتها لك عشان يحذرك من امر معين او يحذرك ان في شيء ممكن يحصل لك. والنهارده بقى باذن الله انا هكلمكم على رؤى واحلام. لو انت شفتها ابشر باذن الله ان انت دعوت الله عز وجل بشيء، وهذا الشيء لو انت شفت الاحلام دي ابشر باذن الله ان الشيء اللي انت دعوت الله عز وجل بيه هيتحقق. والاحلام دي بتدل قولا واحدا على تحقق دعاء او شيء انت دعوت الله عز وجل به والله عز وجل استجاب لك، والحلم ده جاي لك بيبشرك ان الله عز وجل استجاب الدعاء او استجاب الدعوه بتاعتك. بس قبل ما ابدا اتمنى تضغط على زر اللايك وتشترك في القناه لان الموضوع ده انا بحبه جدا وبيشجعني. ويلا بينا نبدا مع اول حلم. واول حلم ورؤيه بتدل ان الله عز وجل استجاب ليك او يعني استجاب وفي دعاء انت دعيته هيتحقق هو رؤيا الهدية المجهولة في المنام. يعني ايه عبد الله رؤيا الهدية المجهولة في المنام؟ رؤيا الهدية المجهولة في المنام يعني انت شفت هدية ملفوفة في ورقة هدية وكانت مجهولة، ما تعرفش مين اللي جابها لك، انت لقيتها قدامك فجأة. الرؤية دي والمنام ده بيدل ان انت نفسك في حاجة او تعوت الله عز وجل بحاجة وهتتحقق لك فجأة، يعني بشكل انت مش متخيله. أما المنام الثاني وهي رؤية سقوط المطر في المنام. سقوط المطر في المنام من الرؤى التي تدل على أن أنت دعوت الله عز وجل بشيء وهذا الدعاء استجاب وهيتحقق ليك بإذن الله الشيء اللي أنت دعوت الله عز وجل به. بس بشرط أن أنت تشوف في المنام سقوط المطر، بس ما كانش بغزارة بشكل غريب. لا، سقوط المطر عادي، المطر الهادي، مش المطر الغريب ده، لا المطر العادي. رؤية سقوط المطر يا جماعة من الرؤى زي ما قلت لكم اللي بتدل على استجابة الدعاء. أما تالت منام بيدل أيضا على أن الله عز وجل استجاب ليك الدعاء أو استجاب ليك دعوة أو أمنية أنت دعوت الله عز وجل بها، وهي رؤية الدعاء نفسه. يعني إيه عبد الله رؤية الدعاء نفسه؟ يعني حلمت أن أنت بتدعو الله عز وجل بشيء. لو أنت حلمت أن أنت بتدعو الله عز وجل بشيء اعرف أن الشيء اللي أنت شفت نفسك بتدعو الله عز وجل به في المنام هيتحقق بفضل الله عز وجل. إن شاء الله الشيء اللي أنت دعوت الله عز وجل به هيتحقق. ده زي ما قلت لكم لو انت رأيت ان انت بتدعو الله عز وجل بشيء او بحاجة معينة. من المنامات ايضا التي تدل على استجابة الدعاء هي رؤية السجود، يعني ان انت تشوف نفسك ساجد في المنام. الرؤية دي ايضا هي ليها كذا معنى، بس المعنى الاغلب او الغالب في رؤية السجود في المنام هي ان انت هتدعو الله عز وجل بشيء او دعوت الله عز وجل بشيء او بتتمنى شيء والله عز وجل هيحققه لك. لو انت شفت اي منام من المنامات دي كل اللي طالبه منك انك تتبشر خير وما تحكيش المنامات لحد، لان خلي بالك المنام كمان ممكن يتحسد. اي حاجه في الدنيا يا جماعه ممكن تتحسد، فلو حكيت الحلم اللي زي كده لحد وقلت له حلمت حلم وشفت ان في حاجه هتتحقق، صدقني مش هتتحقق، ما تحكيش لحد. فدول كانوا احلام بتدل على استجابه الدعاء. اتمنى تكونوا استفدتم بفيديو حبايبي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.